لازم خاص مالي بينو وبينو ياك الهضره على النيبا كي تجي نيبا نيبا عند واحد جوج سنينات مشرومي راه ماشي هو هذاك هو هذاك المهم هذاك اللي كيستغلوا بزاف علاش حيت علاش يعني ممكن ممكن هذاك السيد الا كان الا كان هو كيستغل فيه يعني غادي يستغل شحال من واحد كاين في مراكش واش يستغلوا في يوتيوب شحال من حاجه يعني هذاك الرزق اللي كيشدوه هو باش كيتمعش به وهذا ومهم كيتمعش مع وليداته هو كيتعشوا اولا ثانيا ما كيحملوش كيستغلوا بزاف هذا الشيء اللي غنقول ليه في خاطر انايا ونيفا والمغرب اختي بني با ظاهر اش بغيت نقول لك الا كان دخل فلوس على قبل على ظهره راه 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 غادي ينصب عليه غادي هادشي ظاهره على اي واحد واختي لا ينصب عليه بحال هكا على النصب اللهم كما بدا مع نهار الاول خصو يبقى معاه كيف كان ماشي انت درتي الفلوس عليه وتتنصب على واحد اخر كما درتي لهذاك السيد راه كما تدين تدان انا صراحه انا كانوا بهديتهم هما خلقين البوز صراحه ما لا تفرقوا مع ما شي خلق هذاك السيد البوز ما لقاش هذاك السيد اخر اه باجياتو ما ماني برا ولا غادي يخلق لي البيز زعما انا تفوت عليه نيبا ما غاديش يخلق داك البيز اللي بغا هو تبان هذاك السيد ديال الدراري الصغار هذوك كانوا بعدا بعدا نيبا راه كان في الاول والو ولكن ملي تلاقى مع السمو ضاير راه تيبان واحد التغير بعدا ملحوظ هو تصنت لداك الدري الصغير وما كانش عليه حتى داك الدري الصغير حيتاش ما عنده لا تجربه لا والو فهمتي هو مشى بنا دوك الافكار ديالو داك الشيء على قبل داك سوسيال بليد هذاك تعطيك داك الشيء تقريبي ولكن حتى التليفون ديال سيمو ضاير هو بدا تيوري الوراق ديال البنكة وهذا نورمالمون كون ورا الكونت ديالو الادسنس غادي يكون حسن ديك الساعات غادي نتيقو سيمو ضاير وتنتمناو لهم التوفيق بجوج وان شاء الله يكون خير بالنسبه للخصام اللي وقع بين نيبا وضاير اكثرات دابا بيديروا غير البوز بجوج هذاك قال لي اودي راه انت نصبتي عليا وديتي ليا فلوسي ونيبا كاع تيبكي قال لهم والله ما تربحش على حتى ضاير بجوج دابا مشينا حنايا اللي حنا دابا تنكثروا لهم اللايف وتنكثروا لهم نسبه المشاهده على ظهرنا حنا وصافي هذا هو اللي بان ليا بالنسبه ليا انا بهذوك الجوج كاع بعدا تيتريكلوا عندنا بجوج عاوتاني شوف نسبه المشاهده دابا اللي عندهم هما بجوج هي في هذا الخصام هذا شحال نسبه المشاهده اللي عنده هادشي مخاصمين ما كانوا مصالحين معاه شحال تاع النسبه ديال المشاهده باش تكون عندهم بجوج هو صراحه هادشي هذا بعدا كاع ما خص يكون في الويب المغربي انت هادشي تيعطي صوره سلبيه على الويب المغربي وما خصوش اصلا بحال هاد الكونتوني هذا ما خصهش يجي لبس في المغرب حيت تنديروا شي ناس ما يستاهلوش يديروا لبس في المغرب ما خصهمش يديروا ما عنديش معهم انا بجوج داكشي الازليات حيت باين داكشي داكشي تبيضيق وصافي ماش بينا وبين ديك الهضره حنايا ثلاثه ديال الصغار وجه 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 لا مهم مخيات داكشي اللي بيصوروا في صلاه العباد الله وصافي ما داكشي ما منه والو وصراحة أنا داكشي اللي دار نيبا في اللي دار ظاهر في نيبا ما خدمة ما والو وصراحة السيد كان تايق فيه ومو مع تايق فيه وعاطيه هداك ديالو ما كيهضرش معاه في المدخول وهذا واللي جا كيعطيه على الأقل حتى لا دار شي حاجة يعطيه على الأقل غير في النص تاع الثمن اللي كيدير حيتاش أغلبية الخدمة كان كيديرها غير نيبا حيتاش نيبا هو اللي باين نيبا هو اللي كيضحك بنادم هو اللي هذا هو راه وراء الكواليس كيخدم غير على مونتاج وهذا على الاقل يدير غير نص تاع الثمن و تيبقى هادشي اللي دارو ما مزيانش و هادشي اللي كاين هو الصراحه تيقول لك مسامح كريم ولا كانوا غادي يتصالحوا نتمنوا من الله ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.